أفرج عن فارس سوري سابق يدعى عدنان قصار بعد سجنه طوال 21 عاما، وذلك لفوزه خلال سباق للخيل على باسل الأسد الشقيق الراحل للرئيس بشار الأسد. قصار تمكن من الفوز على باسل الأسد واعتقل بعدها وزج به في سجن صدنايا العسكري. وعند وفاة باسل الأسد في العام 1994 قام سجانوه بإخراجه من زنزانته والاعتداء عليه بالضرب بشكل وحشي من دون أعيال ما قصار سبب هذا الاعتداء.